ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يلجأ إلى غير الله في الشدائد ويسأل منهم الذرية وقضاء الحوائج وتفريج الكروبات، ينادي الأموات والغائبين، يلجأ إلى البشر وإلى من فارقوا الدنيا، ويترك القوي الذي لا ينام ولا يموت، فإن هذا العبد يتحسر يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الحسرة العظيمة أن يلقى العبد ربه فيسأله كما قال أبو العالية رحمه الله: سؤالان يسأل عنهما الخلائق يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تعالى في سورة مريم في الآية 39 إلى الآية 40 من هذه السورة الكريمة، يقول واعظا عباده بيوم عظيم وهو يوم القيامة، اليوم الذي ينقسم الناس فيه إلى سعيد وشقي وإلى فائز وخاسر، اليوم الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر، الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. في هاتين الآيتين يبين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بوعظ الناس بهذا الأمر، هو أمر الساعة، وأن يوم القيامة هو يوم الحسرة. ووصفه الله تعالى بهذا الوصف: وأنذرهم يوم الحسرة، لأن الناس إلا من رحم الله يتحسرون في ذلك اليوم ويتمنون الرجوع إلى الدنيا من أجل العمل الصالح ومن أجل أن يقدم العبد للقاء ربه ما يسره عندما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل السعادة ينالون السعادة من ربهم. فوصف الله ذلك اليوم بأنه يوم الحسرة، والله تعالى في القرآن بين الأسباب التي تكون بها الحسرة يوم القيامة من أجل أن يجتنبها الناس ومن أجل أن يأخذوا العبرة ممن اتصف بتلك الأوصاف التي تقود صاحبها إلى تلك الندامة والحسرة يوم القيامة. وأعظم الأسباب التي بها يتحسر العبد يوم القيامة
ثلاثة أسباب من قام بها وقامت به ندم يوم القيامة ولا تحين مندم لأنه لا رجوع إلى الدنيا. ومن اجتنب هذه الأمور الثلاثة فإنه ينجو من الحسرة يوم القيامة ويكون سعيدا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. السبب الأول الذي به يتحسر العبد يوم القيامة ضياع الوقت. إذا ضيع وقته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى وفي غير ما ينفعه في الدنيا فإنه يجوز للعبد أن يجتهد فيما فيه النفع في دنياه مع القيام بواجبه تجاه الآخرة. لأن الله تعالى قال عن القوم الذين هم من أهل العلم الذين وعظوا لقمان وعظوا قارون صاحب المال قال عنهم وهم يعظون قارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فلا بأس أن يقوم العبد بما ينفعه في دنياه لكن لا يغفل عن الآخرة ولا يضيع وقته فيما ليس فيه نفع في الدين ولا في الدنيا. لذلك جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان من نعم الله كثيرة مغبون فيهما كثير من الناس يغبنون فيهما يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغابن. يندم العبد على أنه ضيع هاتين النعمتين نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وجاء في مستدرك الإمام الحاكم وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه ثم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لماضك ومن حياتك لموتك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر هو وأمه يصلحان جدارا لهما فقال ما هذا يا ابن عمر؟ فقال جدار لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلحه. قال الأمر أعجل من ذلك الأمر أعجل من ذلك. لذلك قال بلال بن سعد رحمه الله تعالى يقال لأحدهم أي لأهل الدنيا يقال لأحدهم تريد أن فيقول ليس بعد فيقال ولما لماذا لا تريد أن تموت وأنت تعلم أن ما عند الله خير من الدنيا. قال يقال لأحدهم تريد أن تموت فيقول ليس بعد فيقال ولما فيقول حتى أتوب وأعمل صالحا. فيقال تب وأعمل صالحا فيقول سوف أتوب سوف أتوب. فهو لا يريد أن يموت ولا يريد أن يتوب يعجل عمل الدنيا ويؤخر عمل الآخرة. لذلك قال الله تعالى عن أهل النار في سورة فاطر والذين كفروا
كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها أي في النار يصيحون ويصطرخون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فالواجب على العبد أن يحافظ على وقته ولا يضيع وقته في أمور لا فائدة فيها بعض الناس وبعض الشباب وقته كله ينظر إلى الجوال ويكتب ويقرأ فيما لا فائدة فيه وبعضهم في المسلسلات وبعضهم في مشاهدة المباريات ولو أنه مارس الرياضة بنفسه لاستفاد لكن ما الفائدة في إيغار الصدور وفي الحزن فيما لا حزن فيه وفي التعب والقيام والقعود ومتابعة الجرائم إلى آخره من أجل أن فلان غلب وفلان غلب ما الفائدة في هذا؟ ما الفائدة في هذا؟ والعبد يسأل يوم القيامة عن كل لحظة ضيعها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى لو أن عبدا عمره 60 سنة فإنه يمضي منها 15 سنة وهو لا يعلم للدنيا شيئا يكون صغيرا غلاما فإذا بلغ الحلم نام من عمره نصف عمره فنقص من 60 15 سنة وبقي 45 سنة وتكسر من أجل النوم وبعض الوقت في العمل وبعضه في الزيارات ما الذي بقي للآخرة؟ ما الذي بقي من أعمال الناس حتى يضيعه العبد في غير طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان ابن الجوزي رحمه الله يحافظ على وقته حتى إذا جاءه بعض من لا شغل له بعض من يضيع الوقت يقول أقضي وقتي معهم في برء الأقلام لا يريد أن يضيع لحظة من عمره والحسن البصري رحمه الله يقال له اغسل ثيابك فيقول الأمر أعجل من ذلك وليس المقصود أن لا يغسل العبد ثيابه لكن ليبين للناس مكانة الوقت وأهمية الوقت وأنه ستكون الندامة يوم القيامة فالواجب على العبد أن يقضي وقته والفراغ من وقته بتلاوة كتاب الله وفي ذكر الله وفي التسبيح والاستغفار وفي طلب العلم النافع وفي طاعة ربي حتى يلقى ربه وهو راض عنه أسأل الله ليصنع الحسنى صفات العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بمعاصينا جميعا إلى البر والتقوى إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعد السبب الثاني الذي تكون به الحسرة يوم القيامة وهو أعظم أسباب الحسرة ضياع العقيدة إذا تعلق العبد وتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى غير الله في الشدائد ويسأل منهم الذرية وقضاء الحوائج وتفريج الكروبات ينادي الأموات والغائبين يلجأ إلى البشر وإلى من فارقوا الدنيا ويترك القوي الذي لا ينام ولا يموت فإن هذا العبد يتحسر يوم القيامة إذا علق التمائم واعتقد فيها النفع والضر
إذا لجأ إلى هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس، أي صنف من أصناف الناس، ومن الناس وإياك أن تكون منهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا انظر إلى الحسرة، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الحسرة العظيمة أن يلقى العبد ربه فيسأله، كما قال أبو العالية رحمه الله: سؤالان يسأل عنهما الخلائق يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وإذا أدخل العبد إلى قبره يسأل: من ربك؟ من الذي كنت تعبده في الدنيا وتلجأ إليه؟ لذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: لقد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، إشارة إلى قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ السماء سماؤه، والأرض أرضه، والجبال جباله، والبحار أجراها، وجعل النجوم زينة للسماء، وخلق الكواكب، وخلق البشر، وركب فيهم أنواع الأجهزة يأكلون ويشربون ويسمعون ويتكلمون وينظرون، يسبغ عليهم النعم، العاصي يفتح له باب التوبة، والتائب يقبل توبته، والمطيع يهبه من الحسنة عشر أمثالها، والمسيء السيئة بمثلها، يرسل الرسل، يمن على العباد، يرسل المطر، ومع هذا يشكر غيره. يقال: فلان يهب الذرية، فلان يهب الذرية. والله تعالى يقول في القرآن بصريح الكلام في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يقولون: فلان ينزل المطر. والله تعالى بصريح العباد يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يقولون: يلجأ إليه بالشدائد. والله بصريح العبارة يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
ويجعلكم خلفاء الأرض. يعلمون الأشياء في الأطفال من أجل الحفظ ومن أجل العين، والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من ضاع منه شيء يقال له اذهب إلى فلان، فإنه يرد الضالة ويعلم أين هي، والله تعالى يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يخالفون صريح القرآن، هؤلاء أشد الناس حسرة يوم القيامة. آخر سبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل العبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليه ما دام مؤمنا أن يذعن لأمره صلى الله عليه وسلم. إذا أخبره بخبر صدقه، وإن أمره بأمر أطاعه، وإن نهاه عن أمر انتهى، وإن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بعبادة وجب على الناس أن لا يعبدوا الله إلا بهذه العبادة، أو إلا بالكيفية التي عبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. فإذا خالفوه تحسروا يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الله تعالى في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه. من تحسر في الدنيا عض على اصبعه، اما في يوم القيامه فلا تكفيه اليد، وانما يعض على يديه الى المرفقين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينجينا جميعا من هذه الامور التي تكون بها الحسره، وان يتغمدنا برحمته، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل جنه الفردوس ماوانا ودار قرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد، وقوموا الى صلاتكم.